مصبار يا ماما، كيف صرت يا قلبي؟ كيف يا حبيبي؟ منيح؟ منيح ماما. سمعني؟ ايه سامعك. شو بكي؟ ضروري تسمعني على الاخر ماما، اذا حابب تضل ما تحكي شيء، اسمعني الي انا. اوكي. اذا حابب تضل بالاكاديمي وتاخذ الكاس، اولا احترام الاساتذه، ما تنزح بالصفوف اذا بتريد، عود وحضار كل الصفوف، ما تنصح حدا ولا تدافع عن حدا، ما حدا بيدافع عنك يا عمري، ما بدي سمي كل صفوف ماما، لأنه الوضع دقيق جدا، نحن اليوم سمعنا وشفنا. بليز اوكي يا عمري؟ اوكي. حد تاني برك ما يهمش حدا. بلا عم فرجينا هاي التويتس تبعها، تويتس بعتين لإياهم بألبوم، حاطين لها ما بقى توسع شو؟ خلي ساعتك بحالك كبيرة وما بقى تسمع من حدا ولا حدا. وانت بتعرفي مين وهيك. يعني انا ما بعرف، انا الانسان الشخص اللي بحبه خيي بهتم فيه قد ما، يعني قد ما انا بعرف ما في اليوم هو عم يعمل شيء قدامي غلط انا اسكت عنه، ما بعرف، ما بقدر يا خيي، ما في والله العظيم ما في. انا على طول عم بسمع حكي على هيدا الشيء، على طول عم يجيني حكي من اهلي على هيدا الشيء. مش انا عم علم هالشخص او عم زيد عليه او عم مثلا عم بتفلسف عليه. اسمع بتاعت قطة الدواء كانت قاعدة مع رفايال. ايه مش مشكلة، وين مشكلة؟ وين مشكلة؟ بيأثر مروان وتحالة فاتة هيك. انا من هبلي، من هبلي، انا من التهاب بتجي حمرنة من حمرنتي، من هبلي انا ما بعرف يا اختي. ما في كلنا نتحمر، ما هو مش الكل، مش مع الكل يعني. في مثلا انا لما بتقولي حاجة اقسم بالله ما في حياتي بتوقع ان انت بتتفلسف يعني. ولو بعد مش هي بتتوقع على العالم كله برا لانه يمكن ما عملت منيح بالبرايم جمعة الماضي واللي قبله واللي قبله. من ورا انه قالوا اني من ورا انا كنت قاعد معها عم قلها انه ما تغني انت صوت صدر، غني صوت راس لانه اريح ليك وعم تختنقي. غنت صوت صدر بالبرايم اختربت. هن مش فاهمين وانا قلت لها كمان نفس الشيء. محمد عباس قال لها غني صوت راس. لا ما انا ما عرفتي، ما في يعني مش مزبوطة. هيك مع محمد عباس ولا